السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأخبار النادي الأهلي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 8 من أكتوبر 2024، وأخبار مثيرة صباح اليوم وأخبار مدوية نبدأها بالعناوين. نكشف عن قرارات لجنة الانضباط بشأن عقوبات مباراة الأهلي وبيراميدز. تعليق مفاجئ من أحمد قندوسي بعد قرار الأهلي بعرضه للبيع. مدرب استاد أبيدجان يتحدى النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. الأهلي يعلن أسعار تذاكر مباراة العين الإماراتي بكأس الإنتركونتيننتال. أمير توفيق يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أحمد قندوسي ويكشف أسباب فشل صفقة انضمام بن رمضان وأشرف بن شرقي. وفي البداية ما ننساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. كشف مصدر عن انتهاء لجنة الانضباط من عقوبات مباراة الأهلي وبيراميدز من الدور الثاني في دوري الموسم الماضي، وأن القرارات سوف يتم رفعها إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل الإعلان عنها رسميا. وكشف اتحاد الكرة طلب تخفيف بعض العقوبات، ولجنة الانضباط رفضت ذلك وأكدت أن العقوبات صدرت وفقا للوائح وليس لأهواء شخصية. وقد أكد نفس المصدر أن القرارات والعقوبات لمباراة الأهلي وبيراميدز كالتالي: أولا، إيقاف ثنائي بيراميدز محمد الشيبي وأحمد الشناوي مبارتين. إيقاف ثنائي الأهلي إمام عاشور وخالد عبد الفتاح مبارتين. إيقاف مروان حمدي لاعب بيراميدز 6 أشهر بسبب تلفظه بألفاظ ضد النادي الأهلي وجماهيره. ثالثا أو رابعا، إيقاف ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز لمدة 1 شهر ومنعه من دخول أي مباراة خلال فترة إيقافه. خامسا، إيقاف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي ومحمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي 1 شهر ومنعهما من دخول المباريات خلال ذلك الفترة. وأكد المصدر أن إيقاف محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي يأتي بصفته أحد عناصر اللعبة بعيدا عن صفته البرلمانية كعضو في مجلس النواب. هذه هي القرارات التي ستصدر من لجنة الانضباط ورفعت إلى اتحاد الكرة لكي يتم إعلانها قبل بداية الدوري المصري. هذه العقوبات ليست إيقاف في كل المباريات أو في كل البطولات، ولكن العقوبات تسري فقط على بطولة الدوري المصري. العقوبات تسري فقط على بطولة الدوري المصري. تعليق مفاجئ من أحمد قندوسي بعد قرار الأهلي لعرضه للبيع. فقد علق الجزائري أحمد قندوسي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف سيراميكا كليوباترا بعد قرار النادي الأهلي بعرضه للبيع بعد أزمة تصريحاته الأخيرة ضد أمير توفيق. فقد نشر اللاعب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام صورة معلقا عليها: الحمد لله على كل شيء. نعود إلى دوري أبطال أفريقيا ومنافسة الأهلي مع استاد أبيدجان الإفواري، حيث تحدى مدرب استاد أبيدجان الأهلي وتحدث الفرنسي ألكساندر مدرب فريق استاد أبيدجان الأفواري عن تواجد فريقه مع الأهلي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وقال ألكساندر خلال تصريحات تلفزيونية: نحن ننتظر أن نلعب ضد الفرق الكبيرة، هدفنا هو التأهل من هذه المجموعة، لذلك بالضرورة طموحنا بعد أول مباراة هو الحصول على النقاط 3 أمام النادي الأهلي، سيجعلنا نذهب للبحث عن المركز الأول أو الثاني في هذه المجموعة. بالتأكيد النادي الأهلي هو المرجع في كرة القدم في أفريقيا، إنه الفريق الذي يعتاد على حصد كل شيء ونحن نعلم ذلك،
إنه هو الفريق الذي لديه العديد من اللاعبين الدوليين المصريين والأفارقة. نحن نعلم من هو الفريق الذي لديه خبرة كبيرة في المجموعة. ما نعرفه عن الأهلي هو أنه الأفضل في القارة الأفريقية، وأن كرة القدم المصرية تنافسية للغاية ويمكن مقارنتها بالكرة في أوروبا. لذلك سيكون تحدينا أمام النادي الأهلي تحدي كبير. بالتأكيد النادي الأهلي هو المرشح للتأهل إلى الدور المقبل في صدارة المجموعة لأن لديهم الخبرة والتجربة. المجموعة تضم 4 أندية، وسوف نسعى للتأهل خلف المتصدر الذي سيكون النادي الأهلي. نترك بطولة دوري أبطال أفريقيا ونذهب إلى بطولة الإنتر كونتيننتال، والأهلي بالسعة الكاملة يعلن أسعار تذاكر مباراة العين الإماراتي في استاد القاهرة يوم 29 من أكتوبر. هذا ما أعلنه خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي. تحديد عدد الجماهير في مباراة العين الإماراتي يوم 29 من أكتوبر الجاري في بطولة كأس الإنتر كونتيننتال بشكل رسمي، حيث قال أنه تم عقد اجتماع أمني للمباراة من أجل تحديد أعداد الجماهير بشكل رسمي، موضحا أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 52,000 مشجع. وأشار إلى أن العين الإماراتي سيحصل على النسبة المحددة له من جانب الاتحاد الدولي الفيفا، بجانب أن النادي الإماراتي طلب الحصول على 1,000 دعوة لجماهيره بمقابل مالي. وأكد مرتجي أن أسعار التذاكر ستبدأ ب 100 جنيه للدرجة الثالثة، 100 جنيه للدرجة الثالثة، وأيضا 500 جنيه للدرجة الأولى، و250 للدرجة الثانية، و1500 للمقصورة. وأوضح أن الاستعدادات لم تبدأ بعد للمشاركة في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025. نعود إلى أزمة أمير توفيق. وأيضا أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي والرئيس التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم عن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد اللاعب الجزائري أحمد قندوسي بعد تصريحاته الأخيرة بشأن فرض وكلاء في صفقات القلعة الحمراء. وأيضا بناء على ذلك قررت إدارة الأهلي إحالة تصريحات اللاعب الجزائري للتحقيق، ثم بعد ذلك بعد التحقيق تم تبرئة أمير توفيق وإحالة القندوسي إلى محمد رمضان الذي قام بعرضه للبيع مباشرة. قال أمير توفيق: كان يوجد انهيار في موقفي الشخصي، يوجد انهيار في أسرتي خلال الأيام الماضية. أنا أعمل في الأهلي منذ 2013، أبرمت 39 صفقة، الناس القريبة مني تعرف سمعتي، والحديث عن التشكيك في ذمتي المالية جعل والدتي وزوجتي في حالة انهيار. أحمد قندوسي كان يريد أن يرحل عن الأهلي مجانا مع بداية الموسم وتم رفض طلبه. لا أعرف لماذا فعل القندوسي هذا، هل علشان الفلوس أم علشان الرحيل؟ الله أعلم. هذا وقد أوضح أمير توفيق أسباب فشل انضمام صفقة محمد بن رمضان وأشرف بن شرقي، حيث قال في تصريحات على قناة MBC مصر مع فايق أو إبراهيم فايق: الموضوع مالي بحت، أن فشل صفقة محمد بن رمضان مالي بحت، فالنادي المجري طلب مبلغ مالي محدد وهذا ليس في إمكانيات النادي الأهلي، حيث كانوا يريدون 3 مليون دولار كاش، واللاعب ووكيله ضغط بشكل جيد ليتم انتقاله للأهلي، لكن النادي المجري كانت طلباته كبيرة والأهلي كان عرضه هو 1,800,000 دولار. أي لاعب ينضم إلى الأهلي يكون عن طريق الإسكاوتينج ويتم تقييمه، وإذا كان التقييم إيجابيا يذهب للجنة التخطيط. كولر علم أن المفاوضات مع بن رمضان توقفت بسبب الأمور المالية، هو لم يحزن وقدر ذلك جدا.
غير صحيح أن بيرسي تاو سيرحل عن الأهلي بسبب قرار فني. أتمنى أن ينضم زين الدين بالعيد للأهلي في يوم من الأيام، لأن شخصيته تناسب الأهلي. كل هذا كل ما قاله أمير توفيق على قناة MBC. أما عن أشرف شرقي فأوضح أن وكيل بن شرقي أشرف هو وكيل أشرف داري. بن شرقي كان من الممكن أن يكون في الصورة، لكن لم يتم اتخاذ قرار بأن نتفاوض معه. كولر لم يطلب التعاقد مع أشرف بن شرقي. جوستافو سوزا كان قريب فعلا وأنهينا كل شيء، لكن ناديه قرر عدم رحيله رغم أننا وقعنا مع اللاعب في فترة السماح واللاعب ضغط، لكن ناديه الكوري رفض. تعاقدنا مع وسام أبو علي، لذلك لم نعود للتفاوض مع سوزا من جديد. في النهاية أشكركم وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.